مرة جه واحد بيقول لهم يا جماعة، كانوا هم يجتمعوا في دار الندوة كده جنب الكعبة اللي هو دلوقتي اتهدت وبقت ايه الـ 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 المكان اللي بين الصفا والمروة والكعبة، هو ده هو كان في دار الندوة. فجالهم واحد غريب قال لهم والله يخليكوا انتوا يعني شكلكوا كده من الأكابر، وانا ليه عند ابو جهل دين وامانه حطيتها عنده، قلت له دي امانه وبعدين مش راضي، بيقول لي لا مالكش عندي حاجه، فمش عارف اعمل ايه. فاتغمزوا مع بعض كده عايزين يستهزئوا بالراجل وعايزين يشوفوا ايه الحكايه دي. فراحوا قالوا له شوف محدش له كلمه عليه الا الراجل اللي هناك ده اللي بيصلي ده، هو اللي اسمه محمد ده، تروح له وما هو يجيب لك الأمانة بتاعتك على طول. قال طيب، الراجل غريب مش عارف اللي بيحصل المشكلة اللي حصلت. فرح لسيدنا النبي قاعد جنبيه كده لغاية ما خلص، وبعدين قال له محمد؟ قال له نعم. قال له أنا بس كان عندي أمانة وحطتها عند أبو جهل وأبو جهل مش راضي يديها لي، فقالوا لي الناس اللي هناك دول انك انت اقدر واحد واقدر واحد ان انت ترجع لي امانتي، وانا راجل غريب وعايز اروح بقى بلدي. قال له حاضر، وقام معه وذهب خبط الباب على ابو جهل. وبعدين ابو جهل فتح الباب لقاه ولقى الراجل معاه ده، يعني فهم ان الراجل ده صاحب الامان. قال آتي أمانة الرجل، فدخل في أجابها. سبحان الله، واخد بالك، ما عرفش الرسول يعني ما عندوش وكده. فطبعا إخواننا جارين يتفرجوا أبو جهل هيعمل إيه في سيدنا النبي عليه. فعطلوا الأمانة، تمام يا عم الغريب، أيوة تمام، السلام عليكم، وانصرف. فقوموا لأبو جهل قالوا له إيه دي، هو انت يعني احنا بعتين لك علشان نتفرج ونشوف يعني نشوف دم ونشوف مشكله هتحصل وهتعمل فيها ايه، ومانت تضيع علينا الفرصه دي؟ قال لهم والله هو لما فتحت الباب لقيته هو والراجل ومعاه فحل جمل فتح لي بقه هياكلني، فانا خفت يكون هو الراجل ده جايب الجمل ولا حاجه، رحت قلت لا نخلص المشكله دي حق برقبتي هديهم حاجتهم وخلاص. اذا فكانت معاملاته ايضا، عايز اقول انا بقى الجانب ده، مؤيده، ربنا بيؤيده، يعني ربنا مهدي باله. ربنا لانه قمته دي يقول له طب تعالى، واعملها لوجه الله انه هو يعينه الغريب. وهو ما هوش عارف الغيب، إذا كان يشوف أبو جهل هيحصل إيه ولا ما هيعمل إيه. المهم إن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في تعاملاته رقة مع الأوضاع. زوج بن جهة أبو لهب، أبو لهب كان يحبه قوي، يحب النبي لغاية ما قال إن أوحى إليه، بدأ بقى تعارض مصالح. يبقى إذن مراته كان اسمها أروى، اللي هي حمالة الحطب، ومرأته حمالة الحطب كان اسمها أروى. فقبل الوحي خطب عتبة وعتيبة، مظبوط، خطبوا رقية وأم كلثوم ولاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأروى قالت له أبدا، لازم تطلعهم علشان نشغل باله، علشان الراجل ده يضغطوا على رسول ننتقم منه. استنى رقية، استنى رقية. فوافق أبو لهب، نعم، والحمد لله انه وافق. عتبه وعتيبه ما دخلوش برقيه وام كلثوم، وام كلثوم بعد كده ورقيه تزوجنا واحده في اثر الاخرى سيدنا عثمان، فسمي بذو النورين. فالنبي عليه السلام لم يحزن، لم يتاثر، لم يعني لم يعني ابدا، فرح فرح، هم عاملينه علشان يتغاظ. فكان هادئ النفس وكان متوكلا على الله،
وكان كلما يحدث شيء من هذا يتلقاه بسكينة، بحب، بود. وما عملش مشاكل مع عتبة ولا عتيبة ولا التاني، ده هو أبو لهب اللي نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة.